قبل 3 سنوات قررنا المجيء إلى جورجيا بسبب الظروف الصعبة اللي واجهناها بالعراق، وخصوصاً بكل مكان كان يعني إرهاب وتفجيرات وبلد غير آمن. أخ زوجي توفى وقتل قبل بال2006 بسبب الإرهاب، وخصوصاً أولادي شباب يعني لا أستطيع أن أؤمن عليهم بالخروج في أي مكان. عندما قررت المجيء إلى جورجيا كان قرار صعب جداً، بحيث أنه لأنه بلدي سكنت بي وعشت بي وأهلي وأقربائي كلهم موجودين بي، وخصوصاً عائلتي موجودة في ذلك المكان، وأيضاً من أجل أولادي حاولت أنه أترك كل شيء خلفي لكي يعيشوا حياة كريمة وبدون مشاكل وبدون إرهاب. أول سنة من مجيئي إلى جورجيا كانت صعبة جداً جداً جداً، بحيث لا أعرف أي بشر كان غير أولادي، لا صديقة لا معارف لا أهل. زوجي كان أيضاً موجود بالعراق، فلاقيت صعوبة كثيرة. موهبتي بالرسم كانت منذ البداية، منذ الصغر أبديها بداية جديدة، وحاولت أطور نفسي بهاي الموهبة وأن أسلي نفسي بهذه الهواية والموهبة الجميلة. فحبيت أرسم أي شيء يرجعني بالحنين إلى بلدي. بعد مرور هذه السنة الأوبن هاوس اتصل بينا وقام يسوي لنا دورات، اجتماعات، لقاءات، بالنسبة إنه تعلمنا ولو شيء بسيط من اللغة الجورجية وأيضاً الإنجليزي، بالإضافة إلى ذلك وصارت عندنا علاقات حلوة وجميلة، ولحد الآن استمرت. مدرسة عراقية في جورجيا لمت النساء العراقيات المدرسات، تعرفنا مع بعض وبديت أدرس المرحلة الابتدائية والمتوسطة من مادة العلوم والتاريخ. فحسيت أنه أنا بديت أنه أستغل وقت فراغي، وهمي أنا أفيد ناس أنه بالعمل، ومستمرين أنه نتأمل أنه نبقى يعني بهذا المكان الجميل المرتاحين به.